وبناء قاعدة بيانات لكي من الخبراء في ليبيا عموما، بالتالي زي حضراتكم اللي الآن موجودين، فنعقوا في قاعدة بيانات في كل اجتماع وفي كل محاضرة، بحيث أننا نحن نبدأ عندنا أسماء وإيميلات وأرقام هواتف وتخصصات كل الناس اللي ممكن نحن ممكن نتعامل معهم في الأشياء التي تتعلق بعمل هذه المنظمة. حقيقة تقديرات الوزارة في حجم الفيضان وحساباتهم في حدود 60 مليون هي بالنسبة لحسابات القاهرة جامعة طرابلس وقسم الرئيس المدني بالتحديد هي قليلة. وقدرنا حجم الفيضان أو حجم المياه المتجمع في السد بأكثر من 120 مليون. في درنا ما هيش الهدف الأساسي منها حماية درنا من الفيضانات، هذه أنشئت ضمن مشروع زراعي متكامل سنة 1970 اسمها إقليم درنا الزراعي، درنا طبر في الزراعي، والأهداف منه هو إقامة مزارع 1500 هكتار، 270 مزرعة، والمزرعة مساحتها 5 هكتار، وتشجيع الناس على الزراعة. أنا حقيقة اللي بنشير لنقطة مهمة جدا، وهو السؤال المطروح مدى الجدوى لإنشاء هذه السدود في الأصل الزراعية. هذا عندي عليه استفهام. الشيء الثاني أن يقال أن أنشئت الحماية مدينة درنا أو الحماية في المدن، ولكن الحقيقة إحنا أتينا بالمخاطر لمدينة درنا. الدكتور أسامة عبدالهادي مدير إدارة توثيق المعلومات باللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم. هذا الاجتماع طبعا جاء بناء على رغبة منظمة اليونسكو ممثلة في مكتبها الإقليمي في الرباط، كان لديهم رغبة في زيارة دولة ليبيا في إطار اللي هو متابعة استجابة المنظمة لكارثة درنا. فتواصلوا معنا في اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة العلوم كقناة اتصال وطنية ليهم، وإحنا بدورنا قمنا بالتواصل مع الجهات الوطنية المعنية بالكارثة في إطار العلوم الطبيعية والتطبيقية، وكان تركيز البحث طبعا هو لحالة السدود اللي سببت كارثة درنا ودراسة الآثار البيئية والاقتصادية حول الكارثة هذه. فالوفد يتكون من 3 خبراء برئاسة مدير قطاع العلوم بمكتب اليونسكو الإقليمي في الرباط، يرافقها زوز خبراء دوليين في مجال السدود. طبعا شاركوا معنا جهات وطنية عديدة، حوالي 5 وزارات ممثلة في وزارة التعليم العالي، وزارة التعليم العام، الهيئة الليبية للبحث العلمي، وزارة التخطيط، وزارة الحكومة المحلي. أيضا شاركونا الأخوة في وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، الأخوة في وزارة البيئة، وهم معنيين بعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك مع مكتب اليونسكو الإقليمي. طبعا هذا الاجتماع يتكون من 3 أجزاء، الجزء الأول في مدينة طرابلس وإحنا التقينا فيه بالجهات الوطنية، حوالي 14 جهة وطنية. بينتقل في المرحلة الثانية لمدينة بنغازي، وحيجتمع بالأصحاب المصلحة المحليين اللي هي القطاعات المعنية بالكارثة أيضا، وحيقابلوا لهم الخبراء وشهود العيان والقصة هذه. آخر شيء ينتهي الوفد هذا بزيارة مدينة درنا ومقابلة اللي هي السلطات الوطنية والمحلية من جهات أكاديمية وبحثية، وأيضا من جهات تنفيذية زي قطاع الزراعة وقطاع الإصحاح البيئي وقطاع البيئة وقطاع الموارد المائية. وأيضا نختم هذه الزيارة بزيارة اللي هو مواقع السدين اللي انهاروا للوقوف على وتقييم حالة السدود هذه. طبعا اليونسكو ترغب من هالعمل هذا كله منها أنها هي بتدير خطة استجابة. خطة استجابتها عبارة عن مشروع هم قاعدين يصمموا فيه بمعية بمساعدة السلطات الوطنية في ليبيا، شن هي الأولويات وشن هي التحديات اللي تواجه فيها المؤسسات الوطنية. سجلت 414 ملي متر وصلاح في البيضة، هي أكبر كمية، وأصغرها كانت في الجبوب. تطور سحب المتصاعد القلوب التام من الجبهات تعرف على أنها عاصفة إعصارية متوسطية هجينة ذات خصائص مشتركة بين العاصفة الاستوائية ومخرجات البحر الغربي المتوسط، فتأخذ من خصائص الاثنين معا. سور الأقمار الصناعية، لاحظوا هذه بدايتها كان في اليونان، ثم تحركت غربا فجنوبا، ثم دخلت الى ليبيا، وهذه الذروه تاع العاصفه، ثم انتقلت خارج ليبيا باتجاه مصر وصار لها انحدار. حبينا ان نستعرض بعض المؤشرات مهمه جدا جدا. طبعا الحراره في ليبيا، طبعا قام مركز الوطني للصحه الجويه رغم الامكانيات الضعيفه وقله الامكانيات التقنيه والتكنولوجيه، ولكن
قمنا بتحليل البيانات الحرارة على ليبيا، فنلاحظ من خلال الرسم البياني أن الحرارة في ارتفاع في ليبيا منذ بداية الثمانينيات. طبعا وصل الارتفاع حقيقة في ليبيا إلى 1.3 درجة مئوية عن معدلاتها في عصر النهضة الصناعية. غير الدرجة وصلت فيها لدرجة تقريبا 500 مليمتر، وهذا طبعا تغير يعني بسبب تغير المناخ طبعا بالنسبه لبعض درجه الحراره اللي خلاه يتعمق في 200 كيلومتر داخل الاراضي الليبيه او شرق ليبيا. يعني مش عارف واحد من الخبراء الدكاتره المغاربه اعتقد سال عن الاكستريمست او المونتلي رينفول. طبعا هذا تاريخ الامطار من 1891 القرن الماضي والى اليوم. دكتور خالد برين فاضلي، طبعا مدير إدارة البحوث والدراسات من مركز نوتنس الجوية، خبير مناخ وتغيرات مناخية. طبعا الورشة هذه فريق اليونسكو بيحاول يقيم ويعرف بعض النتائج وبعض الحقائق حول ما حدث في درنا، فيضان درنا طبعا. فهم بيحاولوا يقدموا مساعدات فنية ومساعدات علمية ومساعدات بناء قدرات في إمكانية تفادي مثل هذه الكوارث في المستقبل، الكوارث المناخية. ولكن حقيقة الأمر الكارثة اللي صارت في درنا هي كارثة مناخية بيئية بالدرجة الأولى. طبعا الكثير من الكثير من الناس يعتقدوا، حتى المسؤولين وصانعي السياسات ومتخذي القرارات يعتقدوا بأن اللي حدث في درنا هو فيضان عادي أو بسبب انهيار سد، بينما هو اللي حدث في درنا هو ظاهرة تسمى ظاهرة الودق. طبعا ظاهرة الودق انفجار سحابة، طبعا في سحابة كبيرة عملاقة جدا اخترقت درنا وصلت الى وراء الوادي، وصار انفجار، صار بها انفجار، انفجارات سحابيه وهي ما تعرف بالانجليزي طبعا الرين بومب. وهذه الظاهره هذه نتاع الودق يعني هي عباره عن ان كتله الميه نتاع سحابه تنزل في وقت وجيز وفي مره واحده، فتسبب ضغط وتسبب انفجار وتسبب فيضان، ومش فيضان، تسبب تسونامي طبعا. فالحدث في درنا هو موجه تسونامي طبعا، يعني جرفت كل شيء الى عمق البحر، فقوه رهيبه جدا جدا هذه لا تنشا بسبب فيضان عادي حتى لو امتلئ حوض الوادي بالكامل، مش حتى يعني مش حيكون لها قوه الدفع الكافيه والقوه اللازمه لانها يعني تدفع بالمباني الكبيره الضخمه هذه وبال يعني بالناس وبالسيارات بشكل عمق البحر طبعا. وهذه وطبعا لاحظوا ان احنا عرض الوادي طبعا كان 39 متر الى 100 متر، الان ولا عرضه كيلومترات. فهذا يدل طبعا، والناس سمعوا انفجار طبعا، الانفجار هذا يسمونه انفجار، هو الانفجار بتاع السحابه نفسها اللي نزلت كتله الميه بتاعها الرهيبه اللي تقدر مبدئيا ب 200 مليون طن. فهذه قوه رهيبه جدا جدا، هذه اللي سببت الان في الكارثه اللي دارنا. طبعا تغير المناخي اخذ مكانه، بدات الودق هذا بدا يظهر في اليابسه، كان يظهر في البحر. فطبعا من الخطأ جدا ان حتى نعيد بناء السدود الان او نخلي ناس تولي في الدلتا متاع درنا، خلاص قضي الامر هذا بسبب تغير المناخي. هذه خلاص المنطقة يفتحوها الان مفروض وخليها ميتها تصب في البحر، ولان لو حتى عادوا بناء السدود والناس ولت حل، راهو لا مأمل لنا من تبعات تغير المناخية، وان ظاهرة الودق هذه يعني تحدث مرة اخرى وتسببنا في كوارث ثانية يعني.